أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور البارز الذي يطلع به القطاع الخاص كشريك أساسي وفاعل في رفض مسارات التنمية الاقتصادية، منوها معاليه بأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات اقتصادية ضمن مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يعود بالخير والنماء لصالح الجميع. جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رؤساء الغرف التجارية لدول الخليج العربية، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات مجلس اتحادي غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفها غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث رحب معاليه بالحضور مشيدا بما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من تكامل وتنسيق أسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة التي تعود بالخير والنماء لصالح الجميع، منوها معاليه بالدور البارز الذي تشكله غرف التجارة والصناعة في تمثيل القطاع التجاري والصناعي ودعم المقومات الأساسية لها. وأشار معاليه إلى أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق معدلات نمو اقتصادي رغم التحديات العالمية، لافتا إلى أهمية استمرار وزيادة التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص الخليجي، ممثلا باتحاد الغرف الخليجية للعمل على معالجة التحديات وتحويلها إلى فرص نوعية، وتبني المبادرات التي تدفع بآفاق التعاون المشترك عبر البناء على ما تحقق نحو مستويات أكثر تقدماً.